في التوقيت ذاته من كل عام اعتادت مصر أن تطل على العالم بحضور قوي وكلمات رنانة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصر على ريادتها بالمنطقة بالمواقف لا بالأقوال. ولأن عام 2014 كان عاما استثنائيا شهد حراكا استراتيجيا في مستقبلها السياسي بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بعد تغلبها على قوى التطرف والظلام، استهل الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة في 24 من شهر سبتمبر باستعراض اللحظات الفارقة التي مر عليها الوطن خلال الفترة الماضية، مشددا على أنه لا صوت يعلو فوق صوت إرادة المصريين. بعد أن قال الشعب المصري كلمته وعبر عن إرادته الحرة في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور لنبني مصر الجديدة، دولة تحترم الحقوق والحريات وتؤدي الواجبات، تضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز، ولإثبات أن مصر قادرة على العبور إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات ومهما كانت التضحيات. استعرض الرئيس في عام 2014 خطة مصر الاقتصادية ورؤية تنفيذها خلال تلك الفترة. بدأت مصر في تنفيذ برنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030، يستهدف الوصول إلى اقتصاد سوق حر قادر على جذب الاستثمارات في بيئة أمنية مستقرة. ولعل في مشروع قناة السويس الجديدة هدية الشعب المصري إلى العالم ما يؤكد على جدية هذا التوجه وعلى حرص مصر الجديدة على بناء غد أفضل لأبنائنا وشبابنا. وبعد أن تحول الحلم لواقع أصيل لا يقبل التشكيك، استعرض الرئيس السيسي في عام 2015 عظمة المصريين وإنجازهم لهذا المشروع العظيم في وقت قياسي. وكما تحررت مصر من قبضة المتاجرين بالدين والطامحين للسلطة حتى ولو على دماء المصريين، لم تنسى مسؤوليتها تجاه أشقائها وشركائها حول العالم، داعية الجميع للوقوف على صف رجل واحد في مواجهة التطرف والإرهاب. ولعل ما تشهده المنطقة حاليا من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين يمثل دليلا على الأهداف الحقيقية لهذا التيار، والذي سبق لنا أن حذرنا منه كثيرا، إن قيم العدالة والمحبة والرحمة التي جاءت في اليهودية والمسيحية والإسلام قد تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب أهلية وإقليمية مدمرة وقادحيتها أبرياء من أديان مختلفة. ولمواجهة تلك الظاهرة طرحت مصر في عام 2014 رؤيتها لمواجهة موجة الإرهاب الغاشم الذي منيت به المنطقة، لتتطور الرؤية العامة لخطة عمل شاملة تطرحها مصر في عام 2015 من خلال مبادرة الأمل والعمل لمواجهة قوى التطرف والإرهاب. وفي هذا الإطار طرحت مصر رؤيتها لحل الأزمة الليبية في عام 2014. وقد طرحت مصر بالفعل وبتوافق مع دول جوار ليبيا مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقا واضحا لإنهاء محنة هذا البلد الشقيق يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسي يدعم المؤسسات الليبية المنتخبة ويسمح بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن وقف الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضي الليبية. وحتى يمكن تنفيذ ذلك ينبغي وقف تهريب السلاح إلى ليبيا بشكل فعال وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التي ترفع السلاح. وكان الموقف ذاته حاضرا في كلمتها أمام الجمعية العامة في عام 2015، مشددة للمرة الثانية على دعمها للمؤسسات الليبية. وبالطبع الشقيقة السورية لم تغب عن أذهانها في العامين المنصرمين، فإنني أثق في إمكانية وضع إطار سياسي يكفل تحقيق تطلعات شعبها وبلا مهادنة للإرهاب أو استنساخ لأوضاع تمرد السوريون عليها. وهنا أود أن أؤكد دعم مصر لتطلعات الشعب السوري في حياة آمنة تضمن استقرار سوريا وتصون سلامتها الإقليمية ووحدة شعبها وأراضيها. كما فرضت العراق نفسها ضمن أجندة رؤية مصر للتعامل مع قضايا المنطقة خلال عامين 2014 و2015. تمثل تشكيل حكومة جديدة في دولة العراق الشقيقة وحصولها على ثقة البرلمان تطورا هاما
يعيد الأمل في الانطلاق نحو تحسين الأوضاع في العراق ونجاح المساعي الداخلية والخارجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار واستعادة المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وانطلاقا من مسؤولية مصر تجاه صيانة الأمن القومي العربي، حث الرئيس السيسي الأسرة الدولية في عام 2015 على بذل الجهود اللازمة لاستئناف العملية السياسية باليمن. وكنتيجة طبيعية لتداعيات الإرهاب الغاشم، أعربت مصر في عام 2015 عن قلقها من أزمة اللاجئين، مؤكدة استعدادها التام لاستقبالهم رغم التحديات. ولأنها قضية العرب، عادت مصر من جديد في عام 2014 لتؤكد أنها لم ولن تنسى هموم أشقائها الفلسطينيين، ولن تتخلى عن قضيتهم حتى يعود الحق لأصحابه، كما شددت على الموقف ذاته في عام 2015. فما زال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تجسيدا لذات المبادئ التي بنيت عليها مسيرة السلام بمبادرة مصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي مبادئ لا تخضع للمساومة، وإلا تأكلت أسس السلام الشامل في المنطقة وضاعت قيم العدالة والإنسانية. ويقينا فإن استمرار حرمان شعب فلسطين من حقوقه يوفر مدخلا لاستغلال قضيته لتأجيج أزمات أخرى ولتحقيق البعض لأغراض خفية واختلاق المحاور التي تفتت النسيج العربي وفرض الوصاية على الفلسطينيين بزعم تحقيق تطلعاتهم. وفي إطار الثوب الجديد لسياستها الخارجية، آثرت مصر أن تطرح رؤيتها للعلاقات الدولية بوضوح تام. إن رؤية مصر للعلاقات الدولية تقوم على احترام مبادئ القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية القائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. ومصر كما تعلمون من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وساهمت بقوة وما تزال في جهود تحقيق أهدافها، خاصة في مجالات حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية. ومن هنا فإن تطلع مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017 ينبع من حرصها على توظيف عضويتها لتحقيق مقاصد المنظمة ومصالح الدول النامية لا سيما في إفريقيا، والمضي بجدية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة ضمن رؤية قومها الندية والمساواة. ولذا فإنني أدعو الدول الأعضاء لدعم ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي. وبينما كان الرئيس السيسي يلقي كلماته في كل مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان الشعب المصري وممثليه من أبناء الجالية المصرية بنيويورك داعما وظهيرا لقائده، مرحبا بحضوره ومباركا لمواقفه. كما حرصت عدسات وسائل الإعلام الأجنبية على انتزاع كلمات إضافية من الرئيس السيسي والتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر بعيدا عن الدعاءات مزيف الحقائق من أعداء الوطن. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا، وهي معيننا الذي لا يندب بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا شعوب الأرض المحبة للسلام. يقين يحمله الرئيس السيسي على كتفيه في المحافل الدولية كافة، وها هو يحمله مجددا هذا العام بالإيمان ذاته في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية، وتظل مصر راسخة بشعبها ورؤيتها ثاقبة.